السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. أول حاجة أعتذر من التبعرير بتاع الكبشو من الجرانول، أقسم بالله كرهت حياتي من الجراندول، أقسم بالله من التبعرير بتاع الكبش ده. أول شخص واحد، الشخص الوحيد اللي بنتظر مرور العيد الأضحى ده بكل فارغ صبر، فأعتذر من الضوضاء دي. أوكي، فيديو النهاردة فيديو الحدث. الفيديو ده موضوعه هل الخطوة اللي انت بتفكر فيها تعملها هي خطوة كويسة وحتنجح ان شاء الله، ما هو مفتاح نجاحها ونصيحة من الكروت. اختيار الحدث مش هيكون بالاحرف، بتقولوليش لا انا ما بحبش الحدث وحطينا الاحرف، مش هحط احرف، عاوزين احرف شوفوا فيديوهات اخرى او شوفوا قناة اخرى. ربنا ما خلقش الحدث عبثا في عند الانسان، فالإنسان يجب عليه أنه ينمي الطاقة الروحانية دي اللي اسمها الحدث عشان يقدر يفتح العين الثالثة ويقدر يستقطب رسائل الكون له فيما يخص حاجات كتيرة بتدخل في حياته. إزاي هتكون الفيديو أو إزاي هتكون القراءة؟ أغمضوا عينيكم، فكروا في حاجة، أفرغوا عقلكم من كل حاجة سلبية، تخيلوا نفسكم في مكان بتحبوه، بتحسوا نفسكم فيه مستريحين، مش زي انا كده دلوقتي بتبعريره بتاع الكبش والجيران وكل لا. تخيلوا نفسكم في جزر المالديف او حاجه زي كده. بعدين فكروا في المشروع ده، فكروا جليا او كثيرا في المشروع ده وركزوا فيه. افتحوا عينيكم واختاروا احد الكروت اللي هحطها. تقدروا إذا كان عندكم خطوات عاوزين تعملوها كتيرة أو اتنين تلاتة، بتقدروا تختاروا كل اختيار لحاجة لأي مشروع عاوزين تبدأوا فيه. أوكي، سيبوا الحدث بتاعكم هو الذي يقودكم إلى الكارت الذي هو مناسب لكم. أوكي، ابدأوا التمرين، أغمضوا عينيكم، أفرغوا عقلكم من كل طاقة سلبية، ركزوا في المشروع ده أو في الخطوة دي اللي انتم عاوزين تعملوها، بعدين افتحوا عينيكم واختاروا كارت من الكروت التلاتة دول. يلا، الاختيار الأول، الاختيار الثاني، الاختيار الثالث. عاوزين تختاروا بالحاجات، نحط نفرتيتي، المصباح، وأخناتون. أوكي، خلاص نبدأ بأصحاب الاختيار الأول اللي اختاروا نفرتاري أو نفرتيتي. هل المشروع بتاعك أو الخطوة اللي عايزة هتعملها هي خطوة كويسة؟ أول حاجة الخطوة دي أنتم تقدروا تتعدوها وتوصلوا لها وتوصلوا للأهداف بتاعها، لكن يجب عليكم أنكم تدرسوا المشكل كويس جدا 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 عشان ما تقعوش في نفس الأخطاء اللي عملتوها في الماضي. يجب عليكم التركيز في كل خطوة حصلت، تركزوا في الموضوع ده. إذا عندكم مشروع مثلا فلوس، مشروع عمل، حاجة زي كده، سفر أو حاجة زي كده، رجوع في علاقة، وعاد في علاقة، خروج من علاقة، حاجة زي كده، فكروا كويس فيما حصل في الماضي وخدوه كسلاح كدرس تقدروا تمشوا به وتعملوا به خطوة أخرى أو خطوة جديدة في حياتكم. أوكي، ما هو مفتاح نجاح المشروع ده؟ زي ما قلت لكم يجب عليكم انكم تكون عندكم القرار الحاسم، ما يكونش فيه تردد، يكون عندكم السلاح زي ما قلت لكم، الدرس اللي اخذتوه من دروس من الماضي، اللي اخذتوها من الماضي، من تجارب الماضي، عشان تقدروا تنجحوا في الحاجه اللي انتم عاوزين تعملوها. اوكي، نصيحه الكارت ليكم، النصيحه انتم ناس كفؤ لاخذ كل القرارات المهمه في حياتكم، ما تسيبوش اي حد يتدخل في حياتكم او في القرار بتاعكم، لان القرار ده بيخصكم انتم ما بيخصش حد تاني. فكروا في نفسكم، ما تفكروش في حد تاني، فكروا في المصلحه بتاعتكم مش مصلحه حد تاني. ان شاء الله نمر لاصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا المصباح. هل المشروع اللي في رأسك أو الخطوة اللي عاوزين تعملوها هي خطوة كويسة ليكم أو ناجحة؟ The Queen of Wands، نعم. في فرص جاية لكم في طريقكم إن شاء الله هتساعدكم على أنكم تحققوا الحاجة دي، رغم بعض المطبات اللي هتلقوها في طريقكم. ما تاخدوش نظرة ليها زي ما نشوف الكوين دي، ما تنظرش للقط الأسود ده. العراقيل اللي هتيجي في طريقكم عراقيل ملهاش أهمية كبيرة.
اللي لازم انتوا تعملوه انكم ما تاخدوش العراقيل دي على انها عائق وما تقدروش وتجذبوا الطاقة السلبية لنفسكم وتكفسوها في وشكم قبل ما تعملوا اي حاجة. لا، انتم عندكم فرص كتيرة جايلكم لتحقيق هذه الحاجة او هذا المشروع اللي انتم عاوزين تعملوه. ما هي او ما هو مفتاح نجاح هذا المشروع او هذه الخطوة؟ اهو زي ما قلت لكم، انتم اللي تقدروا تتعدوا الخطوات دي او العراقيل دي اللي هتكون في طريقكم. فيه مشكلة، حاولوا تدرسوا المشكلة دي وتصلحوها عشان تقدروا ترقوا وتوصلوا للنقطة اللي انتم عاوزينها فيما يخص المشروع ده اللي هو في بالكم دلوقتي او الخطوة اللي انتم عاوزين تعملوها دلوقتي في حياتكم. اوكي، نصيحة الكارت. النصيحة زي اصحاب المجموعة الاولى، حاولوا تاخدوا درس من الماضي. شايفين انكم تعديتم مراحل كتيرة في حياتكم ومشاكل كتيرة في حياتكم، فزي ما كان عندكم القوة والعزيمة والإرادة والقدرة على انكم تتخطوا المشاكل الماضي، هتقدروا تتخطوا المشاكل اللي جاية لكم في طريقكم، فهي إلا مشاكل عابرة إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثالثة. هل الخطوة اللي انتم عاوزين تعملوها او المشروع اللي عاوزين تعملوه هو مشروع ايجابي ليكم او هتتحقق الامنية بتاعتكم؟ نعم، لانكم ناس عندكم اتزان في العقل، عندكم اتزان في الافكار وفي الحاجات اللي انتم عاوزينها. انتم ناس بتدرسوا الحاجة جليا وكويس جدا، ولكن في مشكلة في بعض الاحيان تفكروا في حاجة ملهاش أهمية ليكم وتسيبوا الحاجة اللي هي ربنا حطها في طريقكم. زي ما شوف التاج ده هو قدام الملاك ده، لكن سايبه قاعد يعني يفكر. أهو استنوا، أهو التاج والملاك اللي بيفكر، يعني كارت التمبرانس. حاولوا إنكم تاخدوا المشكل زي ما هو، لا تكبروه ولا تصغروه، خدوه زي ما هو، ادرسوه واعملوه، وشوفوا في المحيط بتاعكم ما هي الوسائل اللي سخرها لكم ربنا اللي هتساعدكم للوصول إلى أهدافكم أو لتحقيق هذا المشروع إن شاء الله. طب عفوا، ما هو مفتاح النجاح المشروع ده؟ The King of Pentacles. غالبا أنتم بتعانوا من مشاكل مادية أو من أخذ قرار مهم في حياتكم، والقرار ده زي ما قلت لكم يتطلب يا إما جهد مادي يا إما جهد فكري عفوا. فما عليكم إلا إنكم الأيام دي ما تصرفوش كتير، تدخروا فلوسكم، ما تشتروش حاجات ملهاش لازمة في حياتكم، يعني ما زي ستات الميك اب والحاجات دي، والرجالة كمان يعني السجاير، تقلل من السجاير، تقلل من الخروجات، تقلل من الأكل بره وحاجات زي كده، عشان تقدروا توفروا لنفسكم الفلوس اللي انتم هتحتاجوها ان شاء الله في تحقيق هذا المشروع ان شاء الله. طب ما هي نصيحة الكروت ليكم يا اصحاب المجموعة الثالثة؟ قلت لكم استقبلوا ما هو حطها لكم ربنا في طريقكم وفي المحيط بتاعكم، واستغلوه اخر استغلال عشان تقدروا تاخدوا الخيرات اللي جايه لكم في طريقكم. عندكم نجاح ولا اروع ان شاء الله، لكن لاحظوا ما هي الاشارات اللي اداها لكم ربنا او الناس اللي سخرها لكم ربنا في المحيط بتاعكم اللي هيمد لكم ايد المساعده عشان تقدروا ترتقوا وتوصلوا للمنصب اللي انتم عاوزينه. لوحدكم مش هتقدروا، وانتوا اللي هتقدروا عليه تفكروا وتلاحظوا الاشارات اللي بيبعتها لكم الكون او يبعتها لكم ربنا سبحانه وتعالى. الى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. اعتذر من صياح الكباش والجيران وكل هذه الضوضاء وهذه الدوشة، استحملونا. شكرا لاستحمالكم لنا ولهذه الظروف، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحقق لكم كل امنية غالية على قلبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.